الله وبركاته، مع حضراتكم الدكتور وليد وهب المحامي في أولى فيديوهات المتخصصة بالتحكيم الدولي. وأول فيديو أبدأ به هو تعريف التحكيم ومفهوم التحكيم وكيفية اللجوء إليه. التحكيم هو وسيلة سلمية من وسائل فض المنازعات. وسائل فض وتسوية المنازعات عديدة، من ضمنها التحكيم. التحكيم ليس بقضاء خاص ولا بقضاء موازي، وإنما هو بإجراء يتم بين طرفي النزاع إلى اللجوء إلى شخص لديه خبرة معينة في نزاع معين، وليكن في نزاع الجمارك أو نزاع الضرائب أو نزاع الملاحة البحرية، ويكون اللجوء إليه باتفاق الأطراف وبإرادتهم الحرة على أن يستخلص من نتيجة النزاع عناصر الخطأ وعناصر الضرر التي حدثت بين الأطراف. وبيكون اللجوء إليه كوسيلة سلمية لفض النزاع، ذلك نظرا لخبرته ولعلمه بالسيادة النزاع. لا يشترط في الشخص الذي يلجأ إليه أطراف النزاع أن يكون شخص قانوني على القدر الذي يجب أن يكون لديه خبرة في موضوع النزاع ليفهم يفهم طبيعة عمل الأطراف المتنازعة. التحكيم بيتم عن طريق مجموعة من الإجراءات ذات الصبغة القانونية، يعني حتى لو هو ليس بقضاء وليس هو بقضاء موازي أو بقضاء خاص أو بنظام قضائي، وإنما يضفى له حماية شرعية وحماية قانونية، حيث أن إجراءه يتم بناء على القانون ويتم في مراكز متخصصة. تعيين المحكم يتم بشكل قانوني. إجراءات التحكيم والاتفاق واللجوء إلى التحكيم، كافة هذه الإجراءات والعناصر يتم اللجوء إليها والاتفاق عليها بين الأطراف بطرق قانونية ومنظمة طبقا لقانون التحكيم المصري. التحكيم يكون لجوء لأشخاص لديهم خبرة في النزاع، وده لأنه بيساهم في سرعة حل النزاع، خاصة أن التحكيم يتميز بسرعته. أي نعم، هو بيتميز بغلاء أو ارتفاع نفقاته عن القضاء العادي، ويتميز أنه اتفاقي وليس إجباري أيضا عن القضاء العادي، وإنما بيتميز بسرعته. واللجوء إلى الأشخاص زي مثلا شخص على علم بموضوع النزاع مثله مثل الخبير، فبدل ما بلجأ إلى القضاء وارفع القضية وبعد كده تتحل خبير ولسه تحدد له جلسة، أنا بلجأ إلى الشخص الخبير مباشرة، ويمكن أن أضمن ضمن عناصر هيئة التحكيم شخص قانوني للحفاظ على الإجراءات القانونية والحقوق القانونية، فقط للحفاظ عليها، على الرغم من أن مراكز التحكيم بتتولى هذا الأمر حتى لو كان شخص المحكم غير قانوني. كافة إجراءات التحكيم بتسير بناء على أطراف النزاع، يعني أطراف النزاع هم اللي بيتفقوا على مكان التحكيم، هم اللي بيتفقوا على لغة التحكيم، هم اللي بيتفقوا على المحكم وتعيينه واختياره عدد المحكمين، واحد ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، ويجب أن يكون فردي كما سوف نتحدث لاحقا عن المحكم وكيفية تعيينه. بيشمل أيضا لغته، بيشمل مكانه، مدته، الحكم الذي يصدر في التحكيم، عناصره، بيشمل أيضا مدة النظر التحكيم نفسها، مدة إجراءاته، طبيعة إجراءاته، الإعلانات، المستندات، المذكرات، عرضها وتصويرها للخصم. بيشمل أيضا لغة التحكيم والقانون الواجب التطبيق على التحكيم ومكان التحكيم جوه مصر أو بره مصر، وبيشمل مكان التحكيم وما هو قواعد التحكيم المطبقة والقانون اللي بيطبق على النزاع، لأن دي جزئية بيحدث فيها الخلط أحيانا. يجب أن يجري التحكيم في الأماكن المعتمدة والمتخصصة في نظر قضايا التحكيم، في مراكز تحكيم بتكون متخصصة ولديها تصاريح وتراخيص بنظر التحكيم، وبالتالي بيكون لها السلطة في نظر قضايا التحكيم حتى يصدر منها حكم تحكيمي يكون له الصلاحية أو الصبغة القانونية في إضفاء الصيغة التنفيذية عليه. وهنتكلم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة عن كيفية الحصول على صيغة تنفيذية على حكم تحكيم. الأصل في اللجوء للتحكيم أنه هو رضائي، لا يجوز أن يكون التحكيم إجباري، ويشمل الرضا دوت في اتفاق، ويجب الاتفاق يكون مكتوب وإلا كان باطلا، ويشمل الاتفاق كافة عناصر التحكيم. وكما قلت لحضراتكم أن فوائد التحكيم
أنه أسرع لحل النزاع وعرضه على أشخاص لهم خبرة. كان معكم الدكتور وليد وهبي المحامي، شكرا جزيلا.